وللحديث أكثر عن تزايد الدعاية الإلكترونية والأخبار الكاذبة في العراق في خدمة أجندات شركاء العملية السياسية، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير صحيفة وجهات النظر مصطفى كامل. أهلا بك معنا أستاذ مصطفى. أهلا بكم، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. أهلا بك سيد مصطفى. المركز العراقي لمحاربة الشائعات يؤكد ارتفاع مستوى الأخبار الزائفة والمضللة الأسبوع الماضي. بداية، لماذا هذا الأسبوع تحديدا؟ هل للخلافات بين الكاظم والميليشيات دور برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هو عملية التضليل والتشويش والتشويه مستمرة، وهذا حتى مرتبط بمشروع غزو واحتلال العراق الذي بدأ بتشويش وتضليل وكذب كبير في وسائل الإعلام بين فترة وأخرى، حينما يحتدم الصراع بين أقطاب العملية السياسية الاحتلالية وهم عناصر ميليشياوية إرهابية بالدرجة الأولى. لا شك أن الخطاب الإعلامي الزائف وحرب التغريدات وحرب المنشورات على الفيسبوك وغير ذلك من الأخبار الزائفة المبثوثة على وسائل الإعلام التقليدي أيضا، فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام الحديث كما تسمى، تزداد استعارا، لكنها في الأساس عملية التزييف وعملية التضليل والتشويش، ويعني كتابة تاريخ جديد للعراق، تزييف الوعي، تضليل المشاهدين والمستمعين والقراء، تضليل الجمهور بشكل عام. يعني هذا منهج أساسي للاحتلال يعتمده دائما واعتمده طيلة السنوات الماضية، وبالتأكيد عندما تكون هناك أزمة سياسية أو عسكرية تجد صداها في هذه الوسائل الإعلامية. نعم، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن جهات سياسية في العراق تلجأ لترويج الأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هل نحن بتنا اليوم أمام جيوش إلكترونية توظف من أجل فرض رأي ما أو الإقناع بموقف ما فعليا في العراق؟ كما قلت، هذا هو منهج أساسي في اعتمده الغزاة الأمريكيون واعتمد في العراق في قبل غزو العراق وبعده، ونحن منذ أكثر من 10 سنوات الحقيقة نجد مثل هذه الجيوش الإلكترونية وتتزايد باستمرار. والجميع يعرف أن نوري المالكي مثلا كانت لديه جيوش من الصراصير الإلكترونية حقيقة، هم ليسوا فقط ضباط، كانوا يتقاضون رواتب شهرية جراء خدماتهم التي يقدمونها له في الإعلام القديم أو الحديث، في وسائل الإعلام القديمة التقليدية يعني أو الحديثة التواصلية، وهذا مستمر بشكل كبير. ويعني هناك مجاميع على قنوات على موقع تليجرام، برنامج تليجرام تحديدا يوزع الهاشتاغات الوسوم على هؤلاء الجيوش الإلكترونية القذرة التي تستهدف صحفيين أو تستهدف ناشطين أو تستهدف حتى بعض السياسيين ضمن يعني العملية السياسية الاحتلالية، ما داموا هم ضد توجهات هذه الميليشيا أو تلك. وتعمل هذه الجيوش كلها بانتظام وبتناغم وبتخطيط مسبق يعني ممنهج، وتجد مثل هذه الحسابات الزائفة التي تضع صور لنساء أو تضع صور لبعض الرموز الدينية أو بعض الميليشياويين الإرهابيين، وتكرر هذه التغريدات بأسلوب النسخ واللصق. هذا موجود بشكل كبير. مصطفى الكاظمي الحالي يستخدم أيضا جيوش إلكترونية نجد صداها عندما يصدر أي منشور يفضح الكاظمي أو إجراءاته، تجد هجمات مقابلة كثيفة
الجميع يعاني من يعني كل الأصوات الحرة تعاني من هذه طيب التصرفات. سيد مصطفى، يعني برأيك هذه الجيوش الإلكترونية هل نجحت في تحقيق أهدافها أم أننا اليوم يعني بتنا يعني بعد ثورة تشرين أمام وعي جمعي في العراق يصعب تجاوزه؟ الوعي الجمعي يتزايد لا شك في مواجهة الطائفية وخطاب التحريض وخطاب التحشيد، وهناك خسارة وتآكل كبير في جرف الطرف الإجرامي والإرهابي والميليشياوي وافتضاح لجرائمه وخسته وما يفعله في العراق. لكن أيضا يجب أن نكون واقعيين في أن هذه الميليشيات الإلكترونية، جيوش الصراصير الإلكترونية، هذه أيضا يعني عملت على غلق كثير من الحسابات وغلق كثير من الأصوات، كتم كثير من الأصوات الحرة القوية من خلال حملات التبليغات التي تجريها ضدهم، ويعني تعرضت كثير من هذه الحسابات للغلق بسبب هذه الحملات المنظمة التي لم يعني يسلم منها أحد. أنا الآن بالمناسبة أتعرض لهجوم في هذا المجال، وكما قلت يعني هم منظمون، وعندما تتلقى إدارات وسائل التواصل الاجتماعي، وكما تعرف هي مرتبطة بتقنيات خاصة وفق مبادئ الخوارزميات التي تعمل بها، فعندما تتلقى سيلا من التبليغات على حساب معين فإنها تقوم بتقييده أو كتمه أو حذفه أو إلى آخره، وبالتالي هم نجحوا في بعض المواقف. لكن أيضا يعني الوعي يتزايد بين الشباب العراقي، وأنا حقيقة خلال الأيام القليلة الماضية يعني استمعت إلى كثير من أحاديث الشباب خصوصا في جنوب العراق على جلسات تويتر التي بدأت مؤخرا، يعني ولاحظت غير الخطاب الذي نجده في الوسائل في الشوارع وساحات التظاهر والاعتصام، لاحظت أيضا على هذا القدر الكبير من الوعي والنضج لشبابنا وأبنائنا وإخواننا في وسط وجنوب العراق في مواجهة هذه الحملات الطائفية، وهناك وعي يتزايد لا شك. نعم، إذن رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر مصطفى كامل، كنت ضيفا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.